طيب بعد ما خلصنا المشهد الاول وحركاته والتركات اللي فيه، هندخل بقى على المشهد الثاني، بحيث ان المشهد الاول هيخرج كده والمشهد الثاني هيطلع لي كده. فدي الجزئيه اللي هنشتغل عليها النهارده ان شاء الله. في البدايه عايزين نعمل النقله بتاعتنا دي، عايزين ننتقل بقى نخرج من المشهد الاول وندخل على المشهد الثاني. هنعملها ازاي هنا؟ هنشوف بس هو بدا يتحرك منين. مثلا هو بدا يتحرك مثلا من هنا مثلا، بس اغير دي لون عشان يبقى حاجه مميزه بالنسبه لي. ممكن نديلها مثلا لون يلو مثلا، ونكتب مثلا انتقال وهندوس اوكي عشان تبقى حاجه مميزه بالنسبه لي. عارف دي انتقال المشهد الاول بتاعي، وهبتدي بقى ايه، ممكن ابتدي ادخل المشهد بتاعي بقى مثلا كده، اعمل له كده مثلا ان هو المفروض هيدخل من هنا. تمام، بس في الاول عايز ابتدي انظم الدنيا بتاعتي، اللي هو ازاي ادخل كده. الحاجات اللي مش هشتغل عليها دلوقتي هشيلها، يعني الايد ديت مثلا خليها دلوقتي مثلا هنديها لون مختلف، نعمل لها كده. وكذلك الفلوس ديت برضو مثلا تبقى واخدة مثلا اللون ده مثلا، وهنشيلها. يبقى أنا محتاج الشخصية دي، وهي دي اللي هشتغل عليها في الأول. فأنا ممكن أخدها مثلا هنا عندي هنا كنترول إكس كده، وأحطها عندي مثلا في الأول هنا الجيم مثلا عشان تجي لي في البدايه عشان ابتدي احرك بقى. ففي البدايه مثلا ممكن اظبط بقى الانكر بوينت بتاعي، خلينا بس نحذف النادي ده. فانا هبتدي بقى ايه، اظبط الانكر بوينت على حسب انا عايزها تيجي ازاي. ممكن اجيب دي مثلا كده، دي اللي انا عايزها تيجي كده مثلا في الجنب، لانها في الفيديو جايه بميلان كده وتطلع تتعدل بقى كده. وده بالنسبه للبق. يبقى احنا كده ظبطنا بقى ايه كل الانتر بوينت بتاعتنا. انا دي مثلا عندي الفيس برضك عشان نبقى مميزين. ممكن بقى نربط كل الحاجات دي مثلا بالفيس، والفيس مثلا نربطه بالبادي، والهيبس مثلا ممكن نربط البادي مثلا بالهيبس مثلا، والرجول نربطها مثلا بالهيبس. وممكن نعمل مثلا نال اوبشن ونطلعها لفوق، كنترول شيفت ده نطلع النال بتاعتنا لفوق، ونسميها مثلا مان مثلا عشان يبقى ايه دي المان بتاع المشهد التاني مثلا. بنحاول بقى مثلا ممكن ندي الهيبس خطوة كده. فلو جينا شغلنا الفيديو بقى عشان نشوف الحركة بتاعتنا، يعني هما دول نزلوا كده ممكن يكونوا مثلا خدوا 30 فريم، يعني عشان المشهد يخرج مثلا تقريبا خد 30 فريم. فانا ممكن اروح اعمل يعني كمان مثلا زي كومنت عندي كده اللي هو ماركر، واقول له مثلا نهايه انتقال مثلا. ممكن نديها لون برضك نفس اللون اللي هو الاصفر، بحيث يبقى كده دي الانتقال بتاعنا ودي نهايته. فلو جينا كده ممكن برضك ندي لدول، يعني دول هنظهرهم كده المشهد بتاعنا، نديله مثلا نال برضه، يعني هنيجي نربطهم مثلا بنال، ننزله كده، نربط ده وده وده، كل ده هنربطه بالنال ده، ونكتب مثلا ترانزيشن، نقول له مثلا دي، نيجي هنا، لما هو خرج خالص، نخرج المشهد بتاعنا. ممكن نيجي مثلا نديلها ايزي ايز، ممكن نخلي الحركة بتاعتنا مثلا يعني بطيئة في الأول شوية كده وسريعة في الآخر بحيث تبقى جاية معانا. تعبت من الكاش؟ تعبت من الكاش؟ تقريبا نازل مع المشهد بالظبط، فهو تقريبا برضك عامل نفس الجراف كده. وهنيجي مثلا ندي ده ايزي ايز مثلا، بس ده في البداية هو كان تحت، فهنطلع بيه كده. وممكن ده بقى نديله ايزي ايز، وهنخلي تكوينه مثلا
هو جاي بسرعة مثلا ويدخل المشهد بالراحة شوية يعني كده مثلا. طيب بالنسبة للشخصية ديت عايزين نجيبها من تحت اللي هو كان نازل كده. لا إذا في حاجة مش مظبوطة نتأكد إن إحنا رابطين كل حاجة. عشان بقى لما نيجي ننزل الشخصية بتاعتنا احنا عايزين ننزلها كده فهتنزل كلها. هتطلع لحد فين بقى؟ احنا عايزينها نفس الجزئية التانية مثلا لحد كده مثلا يعني تقريبا. وممكن نديلها بقى ايز ايز بس هنخلي دخولها المشهد يبقى بالراحة. فاحنا عايزينها مثلا في الأول سريعة وتدخل فيبقى معانا الدخول بالشكل ده. تعبت من الكاش؟ ممكن نأخر يعني نطلعها شوية يعني ممكن نجيب دول كلهم كده ونأخرهم شوية. فاحنا يعتبر أخرناها شوية يعني مثلا 3 فريمات يعني بقى بحيث ده يبتدي كده والتاني هيطلع كده. مش لازم زي الفيديو بالظبط بس احنا بنقرب له بنسبة كبيرة. فعايزين بقى نبتدي ناخد الحركة دي الحركة اللي هو عملها دي ممكن بقى نبتدي نحركها جزء جزء. مثلا الراس هنقول مثلا من هنا هنقول مثلا الفيس مثلا بيجي لنا مثلا كده نديله بوزيشن هو مثلا هنا كان تحت فطلع اول هنديهم ايزي ايز. وهتبقى في الاول بقى جاي ازاي هو الروتيشن بتاعها مثلا الروتيشن جاي كده مثلا وممكن تكون متأخرة في البوزيشن كده شوية مثلا. وهتيجي تاخد مثلا في الروتيشن الاستيك ممكن نؤخر الروتيشن شوية كده فهتبقى معانا بالشكل ده. من الكاش نستعد من الكاش نستعد فممكن روتشن يعني يعملها كده يعني شويه كده مثلا تمام كده. عايزين نشوف الظهور بس ان فايب عامل ازاي. من الكاش نستعد من الكاش نستعد فده تقريبا يعني من الكاش نستعد. طبعا ممكن نبقى ناخر بقى يعني الظهور بتاع الحاجات دي كلها. وبالنسبه للطاقيه مثلا هو مدي يعني للجزئيه دي كده ممكن يكون مثلا مديلها بابل. تعالوا نجرب لو ادي بابل مثلا هنا بابل هنا مثلا وبابل هنا. فتعال نشوف يعني ممكن يكون عاملها ازاي. وجينا مثلا اخترنا البابل دول كلهم يعني ممكن مثلا نروح نعمل نجيب الدوت ونديلها مثلا ادبون بحيث انا مثلا ديت هربطها بدي ودي هربطها بدي. فانا لو جيت مثلا اديلهم ار حاول بس نشتغل على ال على ده فهو غالبا ممكن يكون فاصل الجزئية دي. عايزين ندي بس ديت ار عشان نعدلها كده وهنا مثلا ديت كده ممكن نربط ده بده نحاول نخليها كده ونديلها بوزيشن. بص احنا بنفكر في حلول مع بعض هنا مثلا دي عايزة كده تقريبا وهنديها از ايز وممكن دول بقى كمان نديلهم كده كمان كي فريم عيش في النص يعني في الاول كنت كده
بس عايز اطلعهم فوق شويه بالار كده، هنجيبهم كده شويه، وبعد كده بقى هتثبت كده. وعايزين نديلهم ايزي ايز، وعايزين نقربهم كمان، يعني مثلا بعد 10 فريم نقرب دول كده، وبعد 10 فريم كمان هنقرب دول كده. وبالنسبه بقى للطاقيه نفسها، فممكن ندي ديت في الاول ايزي ايز، وبرضه هنجيبها كده، وهنا هندي برضك كي فريمات، ونبتدي نظبط الطاقيه نفسها. مثلا هي كانت كده، فانت ممكن نعدلها كده مثلا، ونبتدي نطفح كده مثلا، وهنا مثلا يمكن كده نظبط الروتيشن الاول كده، ونرفعها فوق شوية كده مثلا، ونظبط الروتيشن مثلا بحيث ان هو يبقى كده مثلا، ونرفع البولتان شوية زي ما انت شايفها مناسبة، ومش شرط نتأيد بالفيديو بالظبط. خلينا نشوف كده مثلا، طبعا هي عايزة تقدم شوية، الحاجات دي كلها عايزين نقدمها شوية، بحيث تبقى طالعة معانا كده للكاش. نستعجل بتشوف الحركة بتاعتك، وخلينا نجرب نعمل حاجة، يعني مثلا هنا هنأخر 2 فريم، وهنا هنأخر 2 فريم كمان، بحيث تبقى جاية معانا كده. فهي تقريبا كده زي الفيديو، ممكن نقدمه كمان شوية. ونشوف مثلا ممكن تبقى معانا الحركة بالشكل ده، وزي ما قلت لك مش لازم نتأيد بالفيديو بالظبط، احنا بنشوف الحركة عموما ونحاول نعمل زيها، وممكن تغير، يعني انت ممكن تعمل حاجة مختلفة، وممكن تعمل حاجة احسن منهم، يعني مش شرط. ممكن لو حابين نأخر بقى حاجات عن حاجات، يعني بحيث ان الطاقية ظهرت الاول وبعد كده الوش، وممكن الفيس والعينين والحاجات دي كلها، يعني ممكن دول نأخرهم شوية، يعني نحاول نأخرهم عن الطاقية شوية. ونشوف وطبعا ده هيجي معانا، يعني كل ده هيجي تحت البض، بس ممكن مثلا نقطع كده من هنا دول كده، الجزء اللي في الأول ده، الجزء اللي في الأول ده، وهنيجي بقى الحاجات دي كلها كده وننزلهم تحت البادي، او ممكن ننزلهم تحت الهيبس كمان، يعني زياده توكيد، بحيث ان هم هيبقوا دي ظاهره كده. يعني انا عايز الطاقيه تظهر بدري شويه، ممكن نحاول بقى نقدم الطاقيه شويه دول كده، نشوف دي احنا عايزها انها تظهر كده. لو شفنا كده وقت ظهور الطاقية، يعني الطاقية فين؟ الطاقية هنا، انا عايز اقربها للمشهد بتاعي شوية، عايز اقربها كده، ونبتدي نشوف. خلينا نقرب دول، طب ممكن هنا نظهرها، يعني هنا نبتدي نفرج مثلا، هتبقى كده. وممكن نأخر دول شوية تاني،
هتبقى معانا كده. ممكن تبقى كده مثلا. بس خلينا نقفلها كمان شوية عشان بس نشوف الحركة بتاعتنا. يعني ديت ما شفناهاش، اللي هي التانية اللي في الطريق دي ما كناش شفناها. بس هنا نطت فوق قوي. وخلينا نشوف كده. ممكن نغير يعني بداية، يعني مثلا بدل ما هي -21 مثلا نخليها -30، ونغيرهم في كله. يعني هنا برضو نخليها برضو -30، وهنا -30. بس أنا عايز هنا دي تبقى متأخرة عن دي، وتعال نشوفها كده. يعني طلعت شوية كده كتير. خلينا نشوف كده. مثلا فانت شوف القيمة اللي ممكن تبقى مناسبة بالنسبة لك وظبطها عليه. خلينا مثلا نخليها كده. طيب خلينا بعد كده بقى نحرك الجزئية بتاع الايد ديت ونشوف هنحركها ازاي. فأول حاجة عندنا الإيد ديت اللي هي مثلا ممكن نبدأ بدي. فخلينا مثلا هنا ممكن نيجي مثلا نديلهم روتيشن وبعد 10 كي فريم كده، بحيث إن مثلا هي هنا تكون جاية كده، وهنديلهم إيزي إيز. وفي نقطة تانية إن إحنا بقى عايزين ممكن نضيف مثلا بابل. لو جينا عند أول إيد دي كده وجبنا البابت وهنقول له مثلا واحدة هنا ومثلا واحدة هنا وممكن نضيف واحدة هنا. أما الإيد التانية فبرضه هنضيف مثلا واحدة هنا وواحدة بقى هنا مثلا، أو ممكن مثلا نضيفها هنا وواحدة مثلا هنا. وخلينا نجرب. وهنجيب بدقة ديت ودي وندوس حرف اليو، فهنلاقي البابل بتاعنا بالشكل ده كده. ممكن ندي بقى كله كده نديله ايزي ايز عشان اي حاجه بعد كده تجيلنا ايزي ايز. فخلينا مثلا نرجع 10 كي فريم مثلا. ممكن نبدا بدي، او خلينا نبدا بالايد التانية. دي مثلا ممكن تبقى كده لجوه كده، ونظبط كده مثلا. وهنا كده ممكن نديلها كمان بقى ايه، نجيب دول كده كنترول سي كنترول في. وفي النص انا عايز بقى ديت دي تبقى كده، دي كده مثلا، فبظبطها زي ما انا عايز وتبقى كده. اما الناحية التانية فممكن برضك دي نكررهم كده كنترول سي كنترول في. يعني هنجيب دي كده، هنجيب دول كده كنترول سي كنترول في، وكمان 10 كي فريم مثلا كنترول في، بحيث ان هي في الاول مثلا ممكن نلعب في دي كده كده كده. نظبطها زي ما احنا عايزين.
خلي دي مثلا كده، وهنا هنعمل دي كده شوية، نعكسها كده شوية، دي كده هتبقى معانا بالشكل كده. نشوف طبعا دول كلهم كده، ودول كمان هنجيبهم كده. ونشوف هتبقى عاملة ازاي. لا فممكن مثلا ديت نديلها إلاستيك، وديت نديلها إلاستيك، ونشوف. عايز اصلا هي كانت كده، فممكن دي اصلا كده تبقى كده مثلا، وهنشيل دي. فتبقى جاية مثلا كده، وممكن بقى نحاول نجيب كده، وخلينا نجيب التانيين. فخلينا نجيب دول ونجيب دول ونقدمه ونشوف. فنحاول نظبط دي كده مثلا بحيث تبقى جاية كده، ونشوف. طب احنا نجرب نعمل ايه زي اوفست كده ما بينهم، ودي مثلا كل حاجة ما بينها 2 فريم كده. خلينا نرجع كل حاجة مكانها أحسن. بص احنا بنحاول ونحاول نوصل لأفضل حركة ممكنة. وممكن نعمل حاجة تانية، يعني ممكن ديت ما نديلهاش إلاستيك. طيب لحظة يا شباب، في الجزئية ديت أنا كنت حركت الإيد التانية اللي هي ماسكة المحفظة، بس البرنامج بتاع التسجيل عندي فيه مشكلة اللي هو اسمه كامتازيا. المشكلة ان انا ممكن اكون بسجل واقعد اسجل جزء كبير جدا، وفي الاخر اكتشف ان في حاجات ناقصة، او هو مسجلش حاجات، او وقف عند نقطة معينة، فابدأ ارجع اعيدها من تاني واسجلها من جديد. فده طبعا بيبقى مجهود عليا اكبر، فبقيت مؤخرا ادخل اطمن اشوفه بيسجل ولا لا، وفي ساعات يعني بكتشف ان هو ما بيسجلش، واوقات تانية ما بكتشفش الموضوع ده. بس في الجزئية دي تحديدا هو قطع لي الجزء اللي في النص ده، مسجلوش خالص، فخلاني شغال وعمال اسجل وهو مسجلوش. فانا هضطر ان انا اعيد الحتة دي من جديد. بس فانا اقول لكم انا حركتها ازاي. برضو زي الدراع التاني ضفت له بابت، بس المرة دي ضفت له مثلا بابت عند كل مفصل، بس ضفت بابت تانية عند نهاية الايد خالص، عند نهاية عند الصوابع كده مثلا ضفت بابت، وبعد كده في نهاية المحفظة ضفت بابت تانية عشان يديني تحكم اكبر. بس كده واشتغلت على كده. فانتوا دي الطريقة اللي انا اشتغلت بيها، وانا ممكن ارفق لكم ملف الافتر افكت المرة دي، يعني نظرا للخطأ اللي حصل ده هو خطأ غير مقصود، فانا هرفق لكم ملف الافتر افكت. فانتوا شوفوا برضك الحركات، لو حد ما استوعبش الحركة يشوفها من تاني ويحاول يطبق ويعمل زيها. وبس كده، ويلا نكمل بيت ونديله ايزي ايز. هنجرب نديله بوزيشن يعني، بس هنا مثلا هينزل شوية، نزول 3 فريم كده. وجبنا دي كده، وجبنا دي في الأول كده، وهنشوف. هنرجعه كمان شوية ونشوف. أنا عايز الحركة بتاعت البيان. فممكن تبقى كده مثلا.
لو قدمنا دي كده وخلينا برضك الهيبس ده نعمل له مثلا هو كمان بوزيشن، ومثلا هنا بوزيشن نشوف نضرب زي ايز والاستيك ممكن ننزل تحت شوية كده، المفروض ينزل لي تحت شوية، ننزله تحت كمان ونشوف. وممكن برضه نديله نزله تحت اكتر. للي مش عارف انا بعمل ايه، انا بدوس شيفت وسهم لتحت عشان ينزل معايا زي 10 خطوات كده لتحت ونشوف. ونبتدي بقى نحاول نظبط ده اكتر اللي هو الجزئية دي، انا عايزها تبان اكتر. شوف كده نحاول برضه نأخر دي كده ونشوف. عايزين التأثير جامد كده، عايزينه أقل شوية، عايزينه أزيد من كده، تمام أنت شايفه صح يعني. وممكن برضه نأخر بالنسبة للإيد التانية، يعني هناخد بس البوب نأخره 2 فريم مثلا كله مثلا كده. وهنا ونشوف. نشوف كده. طيب لو احنا شايفين ان احنا مثلا ممكن دول كده لو عايزين نوسعهم كده كمان دول ودول، ممكن نرزع دي كده عشان كده، يعني ممكن نعمل روتيشن كده ونشوف دي كده. ممكن نجيب بقى دول كلهم كده ونشوف مثلا كده، واللي فوق يعني بالنسبة للديت خليها كده. وخلينا نشوف كده. فهي دي تقريبا الحركة بتاعتنا النهاردة، بس ممكن بقى فيها لعب أكتر في الحتة دي هي الجزئية دي، فممكن أنت تظبطها أكتر من كده. عايز تزود بابت هنا كمان زود، يعني بص جرب جرب وشوف في النهاية توصل لإيه. بس هي كانت تقريبا كده، يعني ديت تقريبا النتيجة النهائية بتاعتنا. وإحنا هنا في الايد ديت، الايد ديت غير الايد الشمال بالنسبه للشخصيه مظبوطه عن الايد دي، لان احنا المفروض نضيف يعني ضفنا بابت هنا ضفنا بابت هنا وضفنا بابت في النص، فدي تمام هنا نفس النظام. اما الجزء دي اللي لعبنا فيها شويه ضفنا بابت هنا، ونحاول بقى نخلي البابت اللي هنا بتاع الايد ديت الجزء الاحمر ده نفس تقريبا البابت اللي هيتضاف هنا في الجزئيه دي. وهنضيف تاني بابت هنا عند المفصل كده، وبابت تاني مثلا عند نهايه الايد، وبابت عند نهايه المحفظه، فعشان تطلع معانا بالشكل ده كده. انما هنا احنا كنا ضايفين بابت هنا بس، وبابت هنا وبابت هنا، لو كنا ضفنا بابت كمان عند نهايه الايد هنا كانت هتفرق معانا. بس عشان ما نعيدش الحركه تاني مع بعض، فايه انت فهمت الدنيا، فطبقها من الاول زي الايد دي. تمام، خلينا بقى نظهر الحاجات التانيه، مثلا المشهد ده كده والمشهد ده والمشهد ده ونشوف. فده هيظهر كده يختفي كده، وده هيظهر كده. طيب بعد كده عايزين نضيف الحته ديت، شايفين الحته ديت كده عايزين نضيفها في الانتقاله. هي برضك مدياني حته احترافيه كده، يعني الحركه دي انا سيرفس مستخدماها في اكتر من فيديو ليه. طيب والمشهد بتاعي كده في البدايه انا عايز احط دول في كومب جديد، فاعمل كده. الاول خلينا نشيل بقى اللي هو الارتباط بتاعهم ده من هنا،
وهنعمل كنترول شيفت سي ونسميه مثلا سين واحد، وهنربطه تاني كده بالترانزيشن دي. ايوه معانا كده. خلينا نلغي الفيديو الاصلي ونشوف. بالنسبه لمان 2 ده فانا هكرره، والنسخه اللي تحت تخليها تسبق لي مثلا شويه كده مثلا، وليكن كده مثلا. عايز اسبقها اكتر بعد كده نشوف. في البدايه ممكن نكررها كمان مره وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. فدول الاثنين كده هندي لهم فيل، وبحثنا عن افكت مثلا فيل، وعايزين مثلا نديله لون اسود مثلا كذلك. ده هننسخ ده كده كنترول سي ونحطه هنا كنترول في، فهيبقى معانا بالشكل ده. عايزين نكتب بس اول واحد ده، وهنخلي مثلا ده كده عادي مثلا ايه الشفافيه بتاعته كده مثلا 6%. بقى زي ما انت شايف عايز تخليه 10%، انا هخليه 10% عشان يبقى واضح بالنسبه لكم. ممكن نقدم ده كمان كي فريم كده مثلا. وبالنسبه لده فانا هظهره تاني كده وهقفل اللي تحت دلوقتي، وعايز اروح اجيب ده كده المشهد ده سين واحد ده واكرره واطلع بيه لفوق، وعايز اخلي ده بقى نعمل الفا مات في ده. هنشوف فايدة الحتة ديت ايه دلوقتي، يعني عايزها تبقى كده. وعايز اخلي ديت بقى ايه ما اوفرلاي، فهتبقى معانا بالشكل ده كده. بصوا ونزل التانية هتبقى كده مثلا، يعني كده. عايزين نقلل الاوفرلاي شويه، نقلله عادي يعني. مثلا لو جينا هنا ممكن نقلل الاوفرلاي زي ما احنا عايزين، بس حاجه بسيطه بقى يعني كده مثلا عشان الافكت بتاعي يبان. فهيبقى المشهد بتاعي كده. يعني حتى ادي التأثير هنا. فالفكرة ان انا عايز الظل بتاع الراجل ده يسبق، وفي نفس الوقت هكرر الظل تاني عشان ياخد من جوه جسم الراجل ده، يدي جوه جسم الراجل وهو طالع عليه كده اوفرلي، يبقى بالشكل ده مثلا كده. ونشوف اهي ممكن مثلا اللي هي دي نقدمها شويه كده نشوف. يعني ممكن نقدمها شويه عن الظل التاني كده مثلا، تبقى كده. فايه رايكم؟ احنا كده يعتبر خلصنا المشهد التاني. وزي ما قلت لكم ان احنا مش لازم نعمل زي الفيديو الاصلي 100%، لا، هو احنا عملنا تقريبا نفس الحركات ونفس الافكتات. يعني بصوا الافكت ده غالبا لانا سيرفر بيستخدمه كتير في شغله. لو عايزين نقلل شويه نقلل، عايزين نزود نزود زي ما احنا عايزين، فممكن نزود عشان يبقى التاثير باين معانا. طيب وكده المشهد ده يعتبر خلص، اللي هو المشهد الثاني. فاحنا اتعلمنا منه ايه؟ ان احنا عملنا انتقاله. يعني بص الانتقاله دي نزلت كده ودي طلعت كده، تمام. ومع الانتقاله ديت عملنا افكت، اللي هو الافكت اللي هو الاوفرلاي ده، اللي هو بيرمي اوفرلاي على الشخصيه وهي طالعه، الشخصيه اللي هي داخله بترمي اوفرلاي على الشخصيه اللي هي طالعه، ادينا الافكت ده مع وجود اصلا الظل اللي هو بتاع الشخصيه ده، واللي هو ممكن لو احنا برضك عايزين نقلل منه مفيش مشكله، نقلل الظل بتاعه يعني مفيش مشكله، بس انا سايبه لكم عشان يبقى واضح بالنسبه لكم. فدي تاني جزئيه اتعلمناها، ومعنى حمض الحركه. طيب والشخصيه دي بتطلع، هنلاحظ ان احنا قسمناها، فهنلاقي البادي طلع مثلا الاول، وبعدين دي الهيبس حصلتها بحاجه بسيطه، والثانيه بتاع الايد ديت هتبقى جايه كده، ودي برضك نفس النظام، وبعدين تبتدي تتظبط. وزي ما قلت لكم انتوا هتخليكم ماشيين مع الطريقه اللي احنا اتبعناها هنا في الايد دي، انا شايفها افضل. وكمان بقى تلاقي في حاجات بقى حصلت هنا زي اوفست حصل هنا، الشعر ده جاي بطريقه كده مختلفه، يعني الشعر جاي كده وبعدين اتعدل، والبابت اللي في الطاقيه دي كده، يعني هي الطاقيه كانت كده،
وظبطناها كده بس. فاتمنى ان هي تكون يعني مشهد حلو برضك مفيد بالنسبه لكم. لما احنا بنطول في الفيديو ده بيكون بسبب ان احنا بنجرب مع بعض، انا مش محضر ليه فبجربه معاكم وبجرب الحركات معاكم، ففي حركه ممكن تظبط من اول مره وفي حركه ممكن تبقى عايزه ظبطه تانية. انا بقول لكم الخلاصه وانتوا بقى تعملوا شوفوا ممكن تحركوها ازاي. وبس كده بقى انتظروني بقى ان شاء الله في المشهد الثالث، وهيكون اسهل من كده يعني، هيكون اسهل من المشهد ده ان شاء الله ومش هياخد وقت زي المشهد ده. وحابب اشكركم جدا على دعمكم اللي انتوا دعمتولي في المشهد الاول خصوصا الجزء الاول، واتمنى ان تكملوا الدعم ليا وان شاء الله عشان نكمل مع بعض. واتمنى برضك المشهد ده لايك بقى يعني، دوس لايك، دوسوا لايك بقى كتير يعني، اي حد يشوف الفيديو يدوس لايك وبعد كده يتفرج بقى براحته. الحاجات دي بتفرق معانا ان شاء الله وعشان نكمل. واللي ما اشتركش في القناه طبعا يشترك عشان لسه في دروس تانية اقوى. وبس كده وسلام.